لو الست بقى هي اللي شافت الساعه بتاعتها مثلا مرصعه بالماس ووقع منها فص مثلا ولا حاجه، خلي بالك ان في خساره كبيره هتقع عليكي من خلال الحد اللي انت مرتبطه بيه. يعني مثلا هتفقد فيه صفه حلوه، لان الفص ده صفه من الصفات الطيبه، فص صفه على طول بتتقلب يعني بالمعكوس. فمعنى كده تفقد صفه حسنه في الراجل، فتحاولي تشوفي ايه اللي فقدناه فيه ونعيده تاني من الاول. خدت بالك؟ لقيتي مثلا الساعه بتتفك كل شويه، بتتفك، ده حد عايز حزم، يعني شريك محتاج حزم. حزم يعني ايه؟ تاخدي معاه قرار. انت كل شويه مفكوك ليه؟ يعني ليه جاري من ايدي؟ ليه؟ فمعنى كده انت عندك مشكله، لازم بقى توقف له.